خلال اليومين اللي فاتوا شهدنا ظاهرتين بيأكدوا عبقرية المهندس المصري القديم. الظاهرة الأولى كانت تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل بأسوان، والثانية كانت تعامد الشمس على وجه تمثال داخل المتحف المصري الكبير اللي بدأ بالفعل استقبال الزوار بعد افتتاحه التجريبي. طبعا مصر مليانة بالمقاصد الأثرية اللي بتجذب السياحة من كل أنحاء العالم وبتديها مكانة ثقافية مميزة. خلينا نعرف أهمية العمل على هذه الظواهر، التعامد القديم والتعامد الجديد، وإزاي إحنا أحيينا هذه الظاهرة. بصحبتنا الدكتور شريف شعبان الباحث في الآثار، واللي هيكلمنا عن هذه القيمة التاريخية والثقافية وتأثيرها على السياحة في مصر. صباح الخير عليك يا دكتور وأهلا بيك. بعد التحية خلينا نتكلم في البداية عن ظاهرة تعامد الشمس في أبو سمبل وأهمية وجود هذه الظاهرة في المتحف المصري الكبير، التعامد القديم والتعامد الحديث وما بينهما يا دكتور. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا دينا. أنا عايز أقول لكم إن فكرة التعامد دي بتمثل عبقرية في الفكر المصري القديم. إزاي إن المهندس المصري القديم كان عنده براعة كبيرة جدا في علم الفلك وعلم الرياضيات وعلم الهندسة وحساب المثلثات، وقدر ببراعة شديدة ان هو يحدد مواعيد ثابتة ومحددة لفكرة تعامد الشمس على قدس الأقداس للمعابد المصرية. عايز اقول لك الموضوع ده مش بس في معبد ابو سمبل، ده في اكتر من معبد مصري قديم اتعمل فيه موضوع تعامد الشمس. طبعا هو اشاره معبد ابو سمبل اللي في النوبة، الأشعة الشمس بتدخل على وجه رمسيس الثاني في قدس الأقداس على وجهه وحده، رغم أنه هو جنبه مجموعة من المعبودات، ولكن مع تحول الشمس تبتدي الشمس تروح لبقية المعبودات اللي جنبه. أيوة. هنلاقي معبد هيبس في الواحة الخارجة نفس القصة، وتعامد الشمس بنلاقيه كمان مكتوب على أرضية المعبد، وبتتحدد يومين معينين، هو في شهر إبريل وفي شهر سبتمبر. ده معناها ان هو في مناسبات خاصه كان بيتم الاعتماد عليها لعمليه تعامد الشمس. نفس الحكايه في معبد الكرنك، بنلاقي ان تعامد الشمس في قدس الاقداس بيتم في شهر ديسمبر، وده برضو لمدى اهميه معبد الكرنك وقدس الاقداس الخاص بيه باعتبار واحد من اكبر واهم معابد الحضاره المصريه القديمه في الاقصر. طيب هو السؤال بقى، هو ليه كان المصري القديم كان حريص دايما على ان يكون في تعامد على المعابد المصريه؟ حضرتك يمكن ذكرت كذا معبد تم التعامد فيه، تعامد الشمس فيه. فكره ان احنا نعرف ليه كان في فكره تعامد، احنا لحد دلوقتي ما نقدرش نعرف، ودي من الالغاز اللي ثبتها لنا الحضاره المصريه القديمه. ليه الايام دي بشكل خاص؟ ليه التعامد بيتم بالزوايا دي؟ وخصوصا ان مفيش اي وثائق او برديات اتثبت لنا عشان نقدر نعرف اسباب اختيار هذه المواعيد او هذه الايام بالاخص لفكره التعامد. في ناس بترجعها في معبد ابو سمبل ان ده يوم ميلاد رمسيس الثاني ويوم تتويجه، ولكن تقويميا ما كانش فيه حاجه بتدل على كده. ولكن اما ان هي تكون راجع لاعياد معينه او مناسبات معينه اختارها المصري القديم، ولكن احنا لحد دلوقتي ما عرفناش ايه السبب المباشر لفكره التعامد. طب احنا ازاي يعني عملنا بقى ده في المتحف الكبير واستفدنا من سمعه المصري القديم في الحداثه وفي الابهار اللي موجود في المتحف المصري الكبير؟ حدثنا عن هذه اللقطه تحديدا يا دكتور شريف. شوف العبقرية بتاعة المصري القديم توارثت عبر الأجيال لحد النهاردة. إزاي إن إحنا عملنا متحف خرافي زي المتحف الكبير اللي بيعتبر أكبر متحف في العالم واللي بيضم أكبر عدد آثار للحضارة المصرية القديمة على مستوى العالم كله. جات الفكرة إن إحنا إزاي لما نقلنا تمثال رمسيس من دار رمسيس وديناه المتحف الكبير، إن إحنا نستغل نفس الفكرة اللي موجودة في معبد أبو سمبل ونعمل على وجهه فكرة التعامد. الفكرة دي كانت فكرة مصرية خالصة عملها الدكتور أحمد عوض، ودي تعتبر من عبقريات المهندسين المصريين المعاصرين دلوقتي، إن هو قعد سنة كاملة
يخطط ويفكر ازاي عن طريق زاوية معينة في النوافذ المتحف، ازاي من خلالها ان هو في توقيت معين يقدر ان هو يعتمد على تعامد الشمس او ان الشمس تدخل بزاوية معينة على وش رمسيس الثاني في نفس الميعاد اللي بيتعامد عليه وشه في ابو سمبل اللي هو 21 اكتوبر و 21 فبراير. وبالتالي احنا بنشهد لحظه فارقه او معجزه معماريه وفلكيه مرتين في السنه وفي مكانين مختلفين على وجه نفس الملك، عملها المهندس المصري القديم وعملها المهندس المصري المعاصر. طيب ده بيعكس بشكل كبير جدا تقدم المصري القديم في علم الفلك، يعني تفاصيل اكتر عن ده. الفلك كان من اهم العلوم اللي امتاز بيها المصري القديم، يمكن مش احنا لوحدنا، يمكن في الحضاره العراقيه كمان، ولكن ده بان بشكل كبير جدا في عبقريه المصري اللي جسدها لنا في المعابد. ظاهره تعامد الشمس دي واحده منهم. فكره المراصد الفلكيه اللي المصري القديم كان بيعتمد عليها وبناها عشان يرصد حركه النجوم والكواكب، يرصد الاجرام السماويه اللي عليها بيحدد التقويم بتاعه، فيضان النيل، حركه الشمس والقمر. وبالتالي كل العناصر الفلكيه دي كانت جزء من حياه المصري القديم، وبالتالي علم الفلك والاجرام كانت من العلوم الهامه جدا. مش بس كده، كان الكهنه اللي كانوا مهتمين بعمليه الفلك ودراسه الفلك كان بيبقى ليهم القاب خاصه وكان ليهم مناصب عليا كان الملك بيعتمد عليهم فيها باعتبارهم من المنظمين للتقويم وفيضان النيل. وبالتالي كانت من العلوم اللي كانت تتداخل في سياسه الدوله وفي حياه المصري القديم العاديه بتاعت كل يوم. الفلك ما كانش بس يعني اعتماد المصري القديم عليه في الزراعه، ولكن كان ليه اعتمادات اخرى برضو محتاجين نفهمها من حضرتك يا دكتور. في كل حاجه، يعني فكره التقويم بشكل عام، ازاي ان هو من خلاله بيحدد اعياده السنويه، خصوصا ان المصري القديم كان عنده ارتباط ديني بشكل كبير، وبالتالي كل مناسبه دينيه كان يبقى ليها ميعاد ثابت لازم يبقى هو عارفه، لازم هو محدده، لان على اساسه بيطلع الملك والحشا ويبتدوا ان هم يقدموا قرابين في المعابد الكبرى. المصري القديم العادي راجل الشارع كان برضه بيرتبط بهذه التقويمات، وبالتالي كان عنده ميل ان هو يبقى عارف في اي ميعاد هيقدر ان هو يقدم قرابين او ان هو يلجا للمعبودات بتاعته. وده بيدلنا ارتباط المصري القديم بشكل كبير جدا بالعلم حتى لو كان انسان الشارع العادي. طب ازاي يعني الظواهر دي بتجذب السياح بشكل كبير جدا؟ احنا قدرنا بشكل جميل ان احنا نستغل هذه الظواهر ونعملها ظاهرة سياحية وثقافية كبيرة. ازاي ان الظاهرة دي مفيش دولة في العالم عندها فكرة تعامد الشمس على اثارها مرتين في السنة وبشكل دوري وبشكل منظم. وبالتالي احنا عندنا تنظيم جميل جدا ان احنا كل سنة في معبد ابو سمبل في النوبة نستقطب مجموعة كبيرة من السياح اللي بتيجي من نص الليل تستنى شروق الشمس بتاع تاني يوم عشان تتفرج على عملية تعامد الشمس على وجه رمسيس بأعداد ضخمة جدا. وفي رحلات خاصة بتيجي عشان تتفرج على هذه الظاهرة وترجع بلدها، لأن دي ظاهرة لا تتكرر في أي دولة في العالم غير عندنا هنا في مصر مرتين بس في السنة. وقدرنا إن احنا نستغل الموضوع ده كمان إن احنا نحييه في المتحف الكبير. صحيح. ما احنا مش بس نعملها أو إن المصريين القدماء عملوها في معبد أبو سمبل وفي معابد تانية كتير فيها الموضوع ده، لا، احنا ورينا للعالم إن احنا عندنا براعة هندسية معاصرة. عندنا مهندسين مصريين بنفس الكفاءة ونفس العبقرية عملوا لنا نفس الفكرة واتنفذت بالفعل في المتحف الكبير على وجه تمثال رمسيس الضخم. والموضوع ده اتكرر حوالي 3 أو 4 مرات لحد دلوقتي، واعتقد احنا بنشهد الظاهرة دي دلوقتي في تمثال رمسيس في المتحف الكبير. صحيح. بعد الافتتاح التجريبي للمتحف الكبير بالتأكيد رصدت ردود أفعال كتيرة من عدد كبير من السياح اللي جايين، الصحف العالمية اللي اتكلمت، الدوريات الثقافية المتخصصة، انطباعاتهم إيه وخصوصا يعني على قصة تعامد الشمس
داخل المتحف الكبير. شوف انا لي علاقات باساتذة اثار كتير بره مصر، الكل بيجمع على راي واحد ان هذا المتحف هو متحف خطير، متحف لا مثيل له في العالم. في ناس جت مصر واستنت ميعاد الافتتاح الجزئي وحضرت اول يوم افتتاح ولقوا ان في ابهار شديد في عمليه تنظيم المتحف. في ابهار في الحجم، في ابهار في القطع المعروضه وسيناريو العرض المعروض وعمليه استخدام التكنولوجيا الحديثه في عمليه عرض القطع الاثريه، انه فعلا متحف شديد الروعه ويستحق ان هو يتحط على خريطه السياحه العالميه والثقافه العالميه باعتباره واحد من اروع متاحف العالم، اللي فعلا في كم كبير جدا من الاثار المصريه صعب ان انت تلاقيه في اي متحف في العالم. صحيح. جزيل الشكر لك يا دكتور شريف. دكتور شريف شعبان باحث في الاثار، اعتقد ان الجميع يعني متفائل بوجود هذا المتحف، وان شاء الله يكون اضافه قويه جدا على خريطه السياحه العالميه. شكرا جزيلا لحضرتك.